أنا هبدأ سؤالي بأنه عندما يقرر أو نقول لهذا المريض أنت تحتاج إلى تركيب طعامة، هنا تبدأ الحيرة وتبدأ يبدأ القلق من نوع آخر. كان القلق والحيرة كان من إصابة ضعف جنسي، هنا أصبح القلق والحيرة، طب أنا هروح أعمل إيه، فين، مين المكان اللي فعلا نقول أنه مؤهل لتركيب دعامة، إيه من صفاته؟ ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتطرق لسؤال حضرتك، حضرتك أجبت على نقطة مهمة جدا في أذهان كثيرون ممن يعانون من الضعف الجنسي، وهو لما بياخد قرار إنه هيعمل جراحة هو داخل على حاجة مجهولة بالنسبة له، فبيبقى متخوف جدا جدا جدا. طيب احنا دورنا ايه كأطباء؟ انا مش دوري ان انا اعمل له عملية وخلاص، لا، انا دوري الاول اشيل رهبة الموضوع من 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 دماغه، واشرح له كل تفاصيل الجراحة من الف الى الياء بأبعادها، وايه اللي المفروض تعمله كمريض، وايه اللي المفروض اعمله لك انا كطبيب، وفريق العمل هيقدم لك ايه، والمكان المفروض يبقى مجهز ازاي، وايه النتيجة في النهاية، وما هي نسب النجاح، ولو حصل ايه نتصرف ازاي، ولو حصل ايه نتصرف ازاي، بحيث ان المريض يطمئن لكل صغيرة وكبيرة قبل ان يقدم عليه. ندخل بقى في التفاصيل من اول اختياره من البداية خالص. انت ليه اخترت هذا الطبيب؟ اختيار الطبيب ما بيتمش من كده يعني اعتباطا او بناء على كذا، لا، لابد ان يختار الطبيب الاكثر خبرة والاكثر تأهيلا لهذا الموضوع. كلما زادت خبرة الطبيب كلما كان المريض اكثر امانا، لانه شاف حالات كتير، والخبرة مش بس مجرد قراية، خبرة الشغل، خبرة العمل، خبرة إجراء مثل هذه الجراحة. كم مرة مش عيب انك تسأل الدكتور انت كم مرة بقالك كم سنة بتعمل هذه العملية، ايه هي شهاداتك او مؤهلاتك، انت بتشتغل فين في اي مكان. مهم جدا ان المريض يعرف كل المعلومات دي عن طبيبه. ما اخترتش طبيبك صح فانت دخلت في طريق غلط من البداية. اختيار الطبيب مهم جدا، والجراحة مش بس الطبيب، وفريق العمل المحيط به، والمكان اللي بيشتغل فيه، فريق العمل اللي معاه، المقصود بيهم المساعدين اللي هو في غرفة العمليات، الناس اللي بيقابلوا المريض قبل الجراحة عشان يشرحوا له ايه هي العملية وهنعمل ايه وايه اللي ممكن انت بنعمله لك من فحوصات والى اخره، وليه اللي بيشرحوا له تفاصيل ما بعد العملية، ده برضو جزء من فريق العمل. المكان لازم يكون المكان مجهز على أعلى درجة من التجهيز، احنا بنزرع جسم داخل هذا الشخص، فأهم حاجة في مواصفات هذا المكان أن يوفر تعقيم على أعلى مستوى، أن يكون كل الأجهزة حديثة ليس فيها أي شيء يؤدي إلى أن يحدث في العملية مضاعفات بسبب المكان، وده اللي احنا بننادي بيه مؤخرا، وده اللي احنا الحمد لله بدأنا يعني من اللي بنعمله مع المرضى، واختيار المكان واختيار وأدوات التعقيم، أصبحنا نقول إن احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة أنه لا توجد أي فرصة لحدوث مثلا التهاب في الجرح أو مضاعفات. يعني نقدر نقول إن احنا المضاعفات بقت زيرو بعد الاهتمام بالثلاثة دول: اختيار الطبيب، فريق العمل، والمكان الذي التي تجرى فيه الجراحه. الحاجات دي مهمه جدا 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 لنجاح مثل هذه الجراحه، رغم ان احنا بنقول ان عمليه الدعامه هي عمليه بسيطه، هي بسيطه للجراح، لكن هي زراعه جسم، ولا بد ان نهتم بكل صغيره وكبيره قبل واثناء وبعد الجراحه.